السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب دويرة، وحيث أنه فيه يعني في الأيام هذه راهي المعلومات تصل يعني يوميا معلومات جديدة عن هذا الملعب، لأن فيه تسارع في الأشغال، وكذلك الشيء بالنسبة لملعب عنابة اللي راه يعرف يعني تقدم في الأشغال يوميا، فيه معلومات جديدة، فيها لبهذا السبب اللي راني درت بزاف فيديوهات على زوج ملاعب هذا في الفترة الأخيرة. فيما يخص ملعب براقي وملعب تيزي وزو، تيزي وزو لم تصلني أي معلومات، إذا ما قدرتش ندير فيديوهات، ومانيش حابنا نعاود نسير القديم ولا نعاود نريشوفي الماسي. إذا حبيت تكون فيها معلومات جديدة باش ندير فيديوهات، لأن بعض الناس طلبوا مني ندير فيديوهات على ملعب تيزي وزو، لكن ما عنديش معلومات، ما عنديش صور، ما عنديش فيديوهات، ما نقدرش ندير حاجة جديدة ونقدمها على أساس أنها ندير حاجة جديدة ونقدمها على أساس أنها جديدة وهي قديمة. إذا هذه هي بالنسبة للملعب الراقي، ما كاش معلومات، الأشغال راهي حابسة، يعني انتهت الأشغال فيه، وكذلك بالنسبة للملعب وهران. إذا هذه هي الحالة، الملعب تاع دويرة نشوف يعني صور من داخل الملعب وخارج الملعب، وراح الأشغال مستمرة. نكتفي بهذا القدر، نخليكم معني هذا الفيديو، والسلام عليكم.